نفسنا تاخدينا ان السيستم الجديد وتاثيرها على الارسنال. يعني مش العكس اللي انت عملته. انا السيستم الجديد انا خلاص انا قررت ان انا ما اسيبش حد. طبعا. انا بادئه 3:50 وبصيت في الساعه كويس قوي صح؟ والدكتور محمد قايل لي ان انا ليا ربع ساعه غير نص ساعه براحتي. فانا صح ولا لا؟ انا حتى 40 دقيقه فانا المفروض يقعد التعب. بس هو حضرتك اللي هم والدكتور وائل جدا شرفنا والدكتور النوم. لكن انا والله وانا متابع مع ان عضو في مجلس اداره الرابطه وانا متابع من على بعد بحس ان انا في تاكي كارديو وبالبيتيشن من انهم هري وبيجروا قوي 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 وبيتقدموا قوي. وجودهم في الايام اللي احنا فيها حتمي. يعني بدا مجلس اداره الرابطه والافعال اللي بيعملوها حتمي. بدانا دلوقتي وزاره الصحه مستقله عن الجامعه في كل حاجه. يعني جاي مثلا 20 واحده مخلصين امتياز وجيني يستلموا زماله طب اطفال وبعد 4 سنين هيبقوا اخصائيين اطفال. احنا كنا بنترمى في حضن الجامعه بعد البكالوريوس وبعد الماستر ونقعد 20 سنه على ما ناخد دكتوراه معاهم. كل ده كنت اكتب ونتعلم منه. كنا بنسقط ونبقى مبسوطين ان احنا راجعين لهم تاني الدكتوراه. لكن دلوقتي عادت معزوله وقعدنا دلوقتي في جانب هنبقى بعيد عن الجامعه هتنتهي الدراسه الاوليه ونبقى خلاص في جامعه. فوجود الرابطه والحاجات اللي بيعملوها ديت رغم ان بسرعه قوي واقول لهم يا جماعه كل 6 شهور نعمل مؤتمر كل سنه نبقى نعمل قاعده زي دي الاقوهم كل اسبوع كل حاجه ربنا يديهم الصحه جميعا يوفقهم والدكتور محمد عز والرفاع فعلا مثلث متكامل. وبعدين كانت الريتد ايه؟ المور انفيزيف ميجرز. ده انا